Unit 5, الوحدة الخامسة, the past, الماضي. Listen and read. اصغي واقرأ. Telephone, the telephone. Many people helped to make this invention possible in 1876. كثير من الناس ساعدوا. لاحظ هنا past يعني الماضي. The past يعني الماضي, فعل الماضي. Helped, ساعد, help, يساعد. إذن أول قاعدة لازم نفهمها إنه help فعل مضارع نضيف لأيديه تحول إلى فعل ماضي. نقول كثير من الناس ساعدوا لصناعة هذا الاختراع invention possible, أن يكون ممكنا. شنو هذا الاختراع؟ هو التليفون, مثل ما نلاحظ هنا هذا الهاتف القديم. In 1876, في عام 1876. It was Mr. Bell. إنه السيد بيل. Who made the first useful telephone. الذي صنع أول هاتف. The telephone is a means of communication over distance. التليفون هو means, وسيلة للتواصل, communication over distance, عبر المسافة, يعني عبر المسافات هو يستخدم للتواصل. إذا عدنا help it, فعل ماضي, help يساعد, وايدي صار, هذا يسموه فعل ماضي قياسي. وعدنا made, who made the first useful telephone, الذي صنع أول تليفون, سيد بيل. هنا صنع فعل ماضي, بس هذا مو قياسي, شاذ. يعني شنو شاذ؟ يعني ما نضيف لأيدي مثل هذا, وإنما نحفظه. فالمضارع مالته make, يصنع, بالماضي يصير made. هذا يسموه أفعال شاذة, يعني مو مثل هذا نضيف لأيدي. Cars, السيارات. People disagree about who invented the car or automobile. اختلف الناس, disagree about who invented the first car or automobile. اختلف الناس عمن اخترع السيارة, يعني اختلفوا بيناتهم, ما يعرفون بالضبط من هو أول من اخترع السيارة. مو مثل هنا التليفون, كنا عرفنا انه مستر بيل هو اللي اخترع التليفون, بس هنا اختلفوا. سيارة قبل كانت تسمى اوتوموبايل او كار. But we can probably say, ولكن من المحتمل او من الممكن ان نقول, that the key inventor was Mr. Benz. وانه المخترع الرئيسي او البارز لهذه السيارة هو السيد بنز. He made the first true automobile, صنع أول سيارة in 1885 إلى 1886, من عام 1885 إلى عام 1886, خلال سنة صنع أول سيارة. إذا هنا نشوف الأفعال الماضية about invented. Invent يخترع, invented ضفنا لأيدي صارت اخترع, حولنا من مضارع إلى ماضي بإضافة شنو؟ إيدي. مثل ما قلنا على هذا الفعل helped ضفنا لأيدي, هاي يسموه فعل ماضي قياسي, يعني ضفنا لأيدي. عندنا هنا made, إذا ذكرنا قبل شوي, شاذ. شنو شاذ؟ أصل make يصنع, صارت made شاذ, ما ضفنا لأيدي. Here is the first car. ها هي أول سيارة. هذه أول سيارة نشوفها بالصورة. Do you think it looks like a bicycle? هل تعتقد أنها تشبه البايسيكل, الدراجة؟ طبعا الجواب نعم, هي في بدايتها كانت تشبه الدراجة. Computers, الحواسيب أو الكمبيوترات. There have been inventions to help calculation. يوجد اختراعات, كانت هناك اختراعات للمساعدة على الحساب, يعني زاد ناقص في تقسيم هاي العمليات الحسابية. For thousands of years, لآلاف السنين. In the 11th century, في القرن الحادي عشر, البيروني, البيروني العالم البيروني المعروف, a famous mathematician, العالم الرياضي, عالم الرياضيات المشهور, made many important calculations.
قام بالعديد من الحسابات المهمة. من يدرس فولدهم، الكثير اتبعوه فولدهم. لاحظ هنا فولو يتبع، وفولد ضفنا لأيدي اتبع في الماضي، هو إلى ماضي. But it is Mr. Babbage, an engineer. ولكن السيد بابج وهو مهندس، who today we call the father of the computer، والذي نسميه، يعني هذا السيد بابج هو أبو الحاسوب أو أبو الكمبيوتر. Charles Babbage. He is the father of computer. He was born on December 26, 1791, in London. His father's name was Benjamin Babbage and mother's name was Betsy Plumley Babbage. Charles was one of the four children born to Benjamin Babbage, who is a banker and merchant. The Babbage family was wealthy. However, مع ذلك, it was Mrs. Lovelace, سيدة Lovelace, another mathematician, هي عالمة رياضيات أخرى, who saw that computers could not more than just calculate, والتي رأت أن الحواسيب الكمبيوترات could do more than just calculate. ممكن أن تقوم بأعمال أخرى غير العمليات الحسابية. يعني مو مجرد حاسبة، مثل ما نشوف الحاسبات الكمبيوترات في الوقت الحاضر تقوم بأشياء أخرى غير الحساب. لاحظ هنا الفعل so رأى، أيضا المضارع مالته see والماضي so. إذن هذا أيضا فعل ماضي ولكنه شاذ لأن ما ضفناه لأيدي مثل ما قلت. إذن the past الماضي، فعل الماضي هو يكون نوعين، أما قياسي نحوله من مضارع إلى ماضي نحوله نضيف لأيدي، أو شاذ يحفظ مثلا make made.